مع حضراتكم أول فقراتنا اللي بيتم فيها استعراض لمجموعة من الأخبار والأحداث التي حدثت بالأمس، اللي يمكن أهمها الجولة التفقدية اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى، وتفقده أيضا لمحور المستشار عبد المجيد محمود جمال. صحيح يا أحمد، كمان الحكومة نشرت امبارح حصادها الأسبوعي في إنفوجراف، وجامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي، وأخبار تانية هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا العرض التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومتر، واللي بيعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشائها بالقاهرة الكبرى، وبينقل الحركة بين محور الشهيد وصولاً لمنزل المقطم ومنه لصلاح سالم، كما إنه هيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش للمقطم. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 مارس وحتى 24 مارس، تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. امبارح أعلن التصنيف الإنجليزي QS العالمي للتخصصات لعام 2023 قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكداً على أن جامعة القاهرة بتعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، وبتشارك في التصنيف ب 27 تخصص، أي أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة في التصنيف لأقرب منافسيها محلياً. التصنيف الإنجليزي وضع برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصص على مستوى العالم، وحيث يحتل المرتبة 40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيباً في كافة التخصصات المصرية. أيضاً محافظات مصر كان لها نصيب كبير في الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس، منها ضخ 88 طن أرز في معارض أهلاً رمضان بقيمة 15 جنيه في دمياط، وإنشاء وتطوير 39 نقطة إسعاف بقرى حياة كريمة في محافظة أسيوط. يمكن لسه مكملين أخبار محافظات الصعيد تحديداً، لأن تم تحصين 260,376 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم معرض مجاني لأهلي مركز دشنة في محافظة قنا. أكيد في أخبار تانية في محافظات الجمهورية المختلفة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن مديرية التموين بمحافظة دمياط أعلنت ضخ كمية تجاوزت 88 طن رز فاخر بسعر 15 جنيه للمستهلك في معارض أهلاً رمضان في جميع مدن المحافظة. وأكدت محافظة أسيوط أن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى المستهدفة بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة وصل ل 39 نقطة إسعاف، ما بين إنشاء نقاط جديدة وتطوير ورفع كفاءة نقاط قائمة بتكلفة وصلت 68 مليون جنيه، وده ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير الواقع المعيشي لهذه القرى. محافظة المنوفية أعلنت استمرار أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2023، وتم تحصين 260,376 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 69.6%، وده من بداية انطلاق الحملة في 4 مارس ولحد دلوقتي، للتعريف بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم معرض مجاني لأهالي قرى أبو مناع غرب في مركز دشنة في محافظة قنا، واللي استهدفت 117 أسرة من أهالي المنطقة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.
شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع بدء نوة عوة آخر النوات الباردة على المحافظة. وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية. مديرية الزراعة في محافظة الشرقية أعلنت أنه تم حصاد 10,000 فدان بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول وتوريده لمصانع تكرير السكر. وصلت المساحة المزروعة السنة دي ل 90,264 فدان بمختلف المراكز والمدن. أعلنت مديرية الصحة في محافظة الغربية أنه تم إنجاز 72% من أعمال التطوير بمستشفى صدر طنطا على مستوى عالي من التجهيزات للعناية المركزة والمتوسطة، بالإضافة للخدمات المساعدة بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى لمراعاتها في التشطيبات النهائية. انتهت محافظة الوادي الجديد من تطوير مدخل مركز باريس في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المظهر الحضاري بالمراكز، وبتهدف أعمال التطوير للارتقاء بمنظومة التنسيق الحضاري والهوية البصرية في مدن وقرى المحافظة.